إلى ذلك قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العنف ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيستمر في ظل بقاء القضية الفلسطينية دون حل. وأضاف أبو الغيط عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بموسكو أنه لا يمكن اجتزاء الوضع الراهن من السياق الزمنية، وهو استمرار الاحتلال ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو لعام 1967. أننا نقدر هذا الموقف لأن مشكلة الفلسطينيين لم تبدأ من اليوم، ولا يمكن أبدا اجتزاء التصعيد الحالي من سياقه الأوسع، وهو استمرار الاحتلال والقضاء على أي أفق مستقبلي يمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق من خلاله تطلعاته السياسية في دولة مستقلة على حدود 67. فإن تدمير حل الدولتين وخنق أي جهد للتفاوض من أجل السلام وحصار السلطة الفلسطينية ومواصلة الاستيطان وقضم الأراضي بلا توقف هي عوامل لا يمكن إغفالها في الموقف الذي وصلنا إليه اليوم.